انهيار الفنانة سلوى عثمان في جنازة والدها عثمان محمد علي. هتوحشني يا حبيبي. تصدر الفنان الراحل عثمان محمد علي والد الفنانة سلوى عثمان محركات البحث على جوجل بعد ساعات من وفاته، وتداول رواد السوشيال ميديا صور جنازته التي كانت في حضور كثيف من الفنانين في الوسط الفني. شيعت مساء اليوم جنازة الفنان الراحل عثمان محمد علي من مسجد الشرطة في الشيخ زايد بحضور ابنته الفنانة سلوى عثمان. كان الفنان عثمان محمد علي قد أصيب في مارس الماضي بجلطة في المخ أثناء تصوير أحد الأعمال، وقال: وقعت في الاستوديو ونقلوني على المستشفى في القاهرة، وتواصل معي منير مكرم من النقابة وزارني، وبعدها عدت لمنزلي في الأسكندرية. حضرت الفنانة سلوى عثمان لتشييع جثمان والدها الذي وفته المنية منذ ساعات، وكانت متواجدة في سيارتها أثناء نقله من المستشفى لمسجد الشرطة بالشيخ زايد. وبمجرد الانتهاء من صلاة الجنازة على الفنان الراحل، انهار سلوى عثمان أثناء نقل والدها للتوجه إلى المقابر لدفنه في مسواه الأخير. ودعت سلوى عثمان والدها بكلمات مبكية: مع السلامة يا بابا، هتوحشني يا حبيب. توفى أمس الأحد الفنان عثمان محمد علي والد الفنانة سلوى عثمان عن عمر ناهز 88 عام، بعد تعرضه لأزمة صحية في الفترة الماضية نقل على أثرها إلى المستشفى، وكان قد أصيب بجلطة في المخ تسببت في نقله إلى أحد المستشفيات. قام عدد كبير من الفنانين ينعي الراحل عثمان محمد علي، ومن بينهم الفنانة داليا مصطفى، حيث نشر الصورة للراحل عبر حسابها على إنستجرام وطلبت من متابعيها الدعاء له: ربنا يرحمك ويغفر لك يا رب، ممكن تدعوله بالرحمة. ونفس الأمر فعلته وفاء عامر، وقدمت التعازي لسلوى عثمان قائلة: خالص العزاء في وفاة المغفور له الفنان الكبير عثمان محمد علي والد الفنانة سلوى عثمان. وحرص الفنان إيهاب فهمي على أن يكون أول الحاضرين لصلاة جنازة الراحل عثمان محمد علي لمساندة الفنانة سلوى عثمان في وفاة والدها. ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنان القدير عثمان محمد علي الذي رحل عن عالمنا مساء الأحد، وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي بخالص التعازي لأسرة الراحل ولابنته الفنانة سلوى عثمان، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. بعد إصابة الفنان عثمان محمد علي بجلطة في المخ، دخل الرعاية المركزة وأثرت على صبره، وكان يتابع العلاج بالأدوية، وبعد ذلك بدأ في العلاج الطبيعي. وكانت إصابة الفنان عثمان محمد علي أثناء تصويره أحد المسلسلات، حيث وقع في الاستوديو وتم نقله إلى المستشفى في القاهرة. ولد الفنان عثمان محمد علي في 13 إبريل 1935 بمدينة الأسكندرية. درس في المعهد العالي وحصل على بكالوريوس في المسرح، بالإضافة إلى دراسة القانون في كلية الحقوق. بعد تخرجه بدأ مسيرته المهنية مفتشاً أول للتربية المسرحية، ثم مستشاراً في كلية الإعلام، عمل أيضا في أحد البنوك بمدينة الأسكندرية. وكانت بداية الفنان عثمان محمد علي الفنية عام 1958، وشارك في العمل الإذاعي حب وإلهام، وقدم أدوار عديدة منها دور المعلم بدوي في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، ودور محمد ابن سليم في مسلسل الحسن البصري. من بين أدواره المشهورة كان له دور حسين في مسلسل عائلة الحاج متولي، وشخصية شاهين في مسلسل العطار والسبع بنات. ومن الجدير بالذكر أنه سجل القرآن الكريم بصوته في معرض الكتاب، وكشف أنه قد قام بتسجيل القرآن الكريم كاملاً في 1500 حلقة على مدار 3 سنوات. اعتبر هذا العمل الخيري صدقة جارية للفقيد الرحمة والأهل وزوي وجمهوره الصبر والسلوان. عزيزي المشاهد، لا تنسى لايك واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلك كل جديد. مع أجمل ورائي تحياتي وتحيات أسس الثقافة ومعلومة. تابعونا